نائب رئيس الحكومة دولة الرئيس غسان حسباني، عائلة الفقيد الراحل مكاريو السلامي، لبنان الحر، بلدية بلاعة، الحضور الكريم، من بيت الرب، من الكنيسة، من المكان المقدس، بقول لك بيير روحي مكاريو السلامي، مثل اليوم كان أول اتصال معايدة بالأضحى المبارك بيكون منك أنت. أنا اليوم بقول لك بصبيحة العيد حبيت كون بالكنيسة مش بالمجلس ولا بالجامع، بالقداس لذكرى سنة على غيابك تصلي لك محبة وإيمانا وتكريسا للعيش المشترك الواحد الحقيقي يلي آمنت فيه أنت من 18 سنة وحميته برموش عيونك، وبقصد المصالحة الوطنية اللي أرساها البطريرك الراحل نصر الله صفير ووليد جمدات والقوات اللبنانية، واللي كلنا كلبنانيين لازم نحميها لأنه قوة لبنان بتنوعه وبقاء لبنان هو قيامة لبنان. مكان السلامة المدير العام السابق لإذاعة لبنان الحر، مديرنا وكبيرنا، إيه أنت كبيرنا، بقول لك إنه نضالك ل 41 سنة من العطاء المستمر بإذاعة لبنان الحر أثمر كل التطور والازدهار والنجاح والتميز لهالمنبر الحر اللي رح يبقى حر بعد مسيرتك، وساهم بانطلاق ووصول الكثير الكثير من الزملاء والزميلات الإعلاميين إلى كل الفضاء الإعلامي العربي والمحلي، لأنك أنت يا مكاريو السلامي كنت صخرة الإعلام اللي استندوا عليها كتار، وأنا منهم وما فيني أوفيك لأنه لو ما أنت أنا ما كنت وما كان إلي صوت. مكاريو السلامي بكفك النظيف وبقولها بكل فخر وبقلبك الشجاع، وما عم بشتري ولا صفة من صفاتك، هيدا أنت الحقيقي، مواقفك النبيل الوطنية، مواقف الرجال الجال، كنت المثال الأعلى لإلنا للتواضع. ولا مرة اشتغلت مكاريو السلامي لمنفعتك الشخصية، كان عندك إيمان برسالة لبنان، بالقضية بلبنان السيد الحر المستقل، هيدي قضيتك واشتغلت لإلها، ولو كل الإعلام اللبناني كان مثل لبنان الحر كان لبنان بألف خير. باسمي أنا ريما خداج حمادي وباسم كل موظف بلبنان الحر وباسم كل صديق وفي لمكاريو السلامي بقول لك بعدك عايش فينا، صوتك وحضورك وطلتك وضحكتك ووهرتك بالإذاعة موجودة بكل زاوية وبكل مطرح، وبعدك حارس الإذاعة مثل ما قال لك الحكيم الدكتور سمير جعجع، صلي لنا من فوق.